أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تميز بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية وتوظف هذه القاعدة في جمل من إنشائك. للقراءة عزيزي الطالب فوائد عظيمة، حيث تهذب الفرد بما يقرأه من علوم وآداب وتريح من الإجهاد والإرهاق، لا سيما إذا ما قرأ كتب الأدب والروايات، وتنمي مهاراته الكتابية وقدرته على التفكير التحليلي من خلال تحليله للمعلومات وربطها معا، كما أنها تنمي الذاكرة وتنشطها وتدفع الفرد لتحقيق التمييز في حقول المعرفة والدراسة، بالإضافة إلى أنها تبعد الفرد عن الوقوع في المعاصي التي تتسبب بها أوقات الفراغ، والنتيجة لهذا كله يعم صلاح المجتمع، فلا جهل ولا فسوق ولا طاقات شبابية مهدورة، إلى جانب ما سيحققه المجتمع من تقدم معرفي وثقافي بفضل شبابه القارئ. وهنا هناك مثلا يقول الكتاب نافذة نتطلع من خلالها إلى العالم. الإنسان القارئ عزيز الطالب يعيش عمرا معرفيا أكثر ممن لا يقرأ، فمن يقرأ كتابا كأنما عاش تجربة هذا الكتاب بكل حذافيرها، لهذا القراءة للقراءة مكافأة ثمينة يقدمها الإنسان لنفسه كي يكون إنسانا مثقفا يخطب من كل بستان وردة. فالقراءة مثل بستان الورود المليء بالكثير من الأزهار الملونة ذات العطور الزكية. عزيزي الطالب، إن الجهل ظلمات، فهو عكس المعرفة التي تدعو لها القراءة، كما أنه سبب في تخلف الأمم وتراجعها، فالجهل يصنع المشكلات ويفاقمها ويجعل حلها صعبا ويسبب تراجع الحياة وعدم تقدمها أبدا واستمرارها تحت وطاءة التخلف الذي لا يفيد الإنسان في شيء، بل يسبب تعقد الحياة وتجاهها. القراءة مهمة لتنمية المهارات العقلية وتطويرها، بالإضافة إلى صقل الشخصية، فيجب على الإنسان أن يخصص جزءا من وقته لقراءة ما يتناسب مع ميوله وأهوائه. فالقراءة غذاء العقل والروح، يتعلم منها الإنسان الأخلاق وكيفية التعامل مع الآخرين ويفهم الثقافات الأخرى، إذ تنقلنا إلى عالم آخر ممتع وجميل ومليء بالحكمة. القراءة ترفع مستوى الذكاء والفهم، فكلما زادت المعرفة زادت نسبة الذكاء وتدفع العقل إلى إدراك الحقائق والتفكير بما هو صواب وخير، فتجلب الراحة للنفس والذهن وتفتحه. الجملة الفعلية عزيزي الطالب، تقسم الجملة الفعلية إلى نوعين، الجملة المبنية للمعلوم، الجملة التي تتكون من فعل معلوم يتبعه فاعل قد يأتي على عدة حالات، يكون اسم صريح مثل حضر الغائب، يكون اسم مبني كأسماء الإشارة مثل نجح هذا الطالب، ويكون ضمير متصل مثل حفظت القصيدة، ويكون الفاعل من الأسماء الموصولة مثل نجح الذي اجتهد. كي يكون اسم صريح مثل حضر الغائب، تعرب هذه الجملة حضر فعل ماض مبني على الفتح، والغائب فعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أما يكون اسم مبني كأسماء إشارة مثل نجح هذا الطالب، فتعرب هذه الجملة نجح فعل ماض مبني على الفتح، وهذا اسم إشارة مبني على السكون. يكون الفعل من أسماء موصولة نجح الذي اجتهد، وتعرب هذه الجملة نجح فعل ماض مبني على الفتح، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، واجتهد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. أما بالنسبة للنوع الثاني من الجملة الفعلية، فهي جملة مبنية للمجهول، وهي الجملة التي يحذف فاعلها وينوب عنه المفعول به، نحو يشرب الحليب. في الجملة غير معروف من الذي يشرب الحليب، وتعرب كالآتي: يشرب فعل مضارع مبني للمجهول، والحليب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وأيضا مثل جملة فتح الباب. وفي الجملة أيضا لم يعرف من الذي فتح الباب، وتعرب كالآتي: فتح فعل ماض مبني للمجهول، والباب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المفعول به عزيز الطالب هي لغة لأنها ما وقع عليه فعل الفاعل، نحو قولك قابلت خالدا، وإذا قلنا ما قابلت خالدا أو لا تقابل خالدا، فإن المراد بوقوع الفعل الفاعل على المفعول به هو التعلق بما لا يعقل إلا به، فخالد في الأمثلة السابقة متعلق بالفعل قابل، من فهم الفعل قابل متوقف على خالد أو ما كان مكانه من المتعلقات. وعرفه نحويون عفوا بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل، سواء كان هذا الفعل فعل مثبتا، نحو قولنا كتب التلميذ الدرس، حيث جاء الفعل في هذه الجملة هو الكتابة، والتلميذ أوقع الكتابة على الدرس. أما فعلا منفيا نحو قولنا لم يقرأ أحمد القصة.
شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.